حرس مستر جوزيه على راحة اللاعبين اللي شاركوا في مباراة أمس حتى لا يشعروا بالإجهاد. وأدى باقي اللاعبين تدريبات خاصة بالكرة لإتقان مهارة التسليم والتسلم مع الجري السريع تحت إشراف بيدرو المدرب العام. أيضا أدى حسام عاشور تدريبات فردية تحت إشراف في دلج مخطط الأحمال لشعوره بالإجهاد في مباراة أمس. ومن المقرر أن تتوجه بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة بقيادة كابتن حسن حمدي رئيس النادي والكابتن خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة في الثانية ظهرا، وتعهد جميع اللاعبين على إسعاد كل من هو عاشق للقلعة الحمراء. هنطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا. شرف طبعا زي ما انت قلت للنادي الاهلي وانه يلعب مع فريق بايرن ميونخ. بايرن ميونخ تقريبا تاني اقوى نادي دلوقتي في اوروبا من فتره، نتيجه طبعا انت عارف الكره الالمانيه دايما على الساحه على طول ودايما في الصداره، وكذلك انديتها ومنها بايرن ميونخ يعتبر اكبر نادي في المانيا. الجميل كمان ان انت بتلعب بايرن ميونخ بره مصر، يعني بتلعبه في دوله شقيقه قطر، كلنا عارفين انها بتستعد وعامله بروباجندا كويسه ودعايه كويسه ل 2022، وبالتالي طبعا اختيار يعني فيه شرف لمصر والنادي الاهلي ان يتم اختيار النادي الاهلي يلعب مع فريق بايرن ميونخ هناك. بنتمنى ان شاء الله المباراه تطلع طيبه، زي ما انت قلت في نجوم عندنا في النادي الاهلي ونجوم معروفه على مستوى الدول العربية وعلى مستوى أيضا عالميا، كذلك برضو بالنسبة لبايرن ميونخ. فبنتمنى إن شاء الله تطلع احتفالية كويسة، تطلع أداء كويس، المصريين هناك يتبسطوا إن شاء الله ونشرف المصريين هناك، وخصوصا وأيضا برضو المصريين في مصر، الجمهور النادي الأهلي وجمهور مصر عموما. طبعا النادي الأهلي بيمثل مصر في البطولة في المباراة دي. اللي عايز اقوله برضو ان هي من صعوبتها جايه ما بين ماتشين في الدوري العام، وانت عارف المنافسه في الدوري العام برضو احنا مهمه جدا بالنسبه لنا. نتمنى ان شاء الله ان ما يبقاش في اصابات عشان نقدر نواصل ان شاء الله المسيره في الدوري العام ان شاء الله.
حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة. يمكن دلوقتي شايفين لعيبة النادي الأهلي كلها متوجهة للمسجد اللي داخل النادي الأهلي بالجزيرة لأداء صلاة الجمعة. هنطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا. عقب انتهاء صلاة الجمعة كان لينا لقاء مع كابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي. تعالوا نشوف كابتن أحمد ناجي قال إيه. إن شاء الله تكون مباراة من ضمن يعني المباريات الكبيرة للنادي الأهلي خلال يعني وجودي في الفريق الأول. يعني لعبنا فرق كبيرة ويمكن أتقل كمان من بايرن ميونخ، لكن زي ما أنت قلت بايرن ميونخ في الفترة دي يعني يعتبر تاني فريق في أوروبا بعد برشلونة، يعني من حيث الامكانيات الفنيه ومدرب عالي قوي. وطبعا لعبناه في المعسكر السنه اللي قبل اللي فاتت، كان ماسك كازس لاوتر مع كابتن حسام البدري، وعملنا معاه مباراه كويسه جدا. في غلبنا 2-1، لكن كانت مباراه كويسه جدا. فرقه بايرن ميونخ فيها طبعا امكانيات عاليه جدا، فيها لعيبه تقال، لكن طبعا احنا فرقه النادي الاهلي، واحنا فريق برضو تقيل، وان شاء الله يبقى فيه تركيز ونستفاد معنويا من المباراه، نعمل مباراه كويسه. وطبعا عندنا جماهير عريضه جدا في قطر هتملى الاستاد، وان شاء الله يعني هي مباراه وديه لكن لها جوانب نحاول بقدر المستطاع ان احنا نستفاد منها. يعني شريف يعني ادى مباريات طيبه جدا الفتره الاخيره، منافسه قويه جدا مع باقي الحراس احمد عادل وابو سعود. ان شاء الله باذن الله يعني زي ما انا دايما بكرر، في مسانده، في دعم، في الضغط يتشال من عليهم، ان شاء الله امكانياتهم تبان، لان احنا بنشوفهم كل الناس بتشوفهم في التدريبات حاجه عظيمه جدا، بس الضغط ده يتشال يقدر يطلع اللي بيعمله في التدريب يعمله في المباراه. ان شاء الله هو ده اللي احنا عايزينه، يعني ده اللي نتمنى ان احنا نوصل له. يعني ان شاء الله هنطلع فاصل ونرجع تاني، ابقوا معنا. ودلوقتي جه ميعاد توجه اتوبيس النادي الاهلي الى مطار القاهره الدولي لسفره الى دوله قطر الشقيقه لمواجهه فريق بايرن ميونخ الالماني. وبكده تكون انتهت رسالتنا من امام مطار القاهره الدولي مع وصول اللاعبين المتوجهين الى قطر الشقيقه لمواجهه فريق بايرن ميونخ الالماني. انتظرونا في رسائل قادمه ويوم جديد.